أهلا بكم. الأحرف S T H بالألماني انحكوا ش لما يكونون مكتوبين جنب بعض، والش كمان ما لازم تكون صعوبة عليكم، لأنه بالعربي كمان في الش، ومعناته هالمقاطع الألمانية ما لازم يكونون صعوبة عليكم. شي شا أوش أوش. وفي هالكلمات الألمانية كمان ما لازم يكون صعوبة. شف شاف فيش فش. بالأغلبية الش انكتب بالأحرف S C H، بس في مرات انكتب بس بال S H. بس لا تقلقوا، لأنه ما في غير قليل من هالكلمات، وبالأغلبية كلمات من غير لغة مثل من الإنجليزي. شوب شيل. بس شلون يكونون مكتوبين باللفظ ما يتغيرون. أوكي، باي باي، وإلى مرة الجاي.